مساكم الله بالخير مشاهدينا متابعين قناة الكوت الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج طبخة وسالفة. واليوم يوم جديد من أشهر رمضان، من شهر رمضان الكريم، أعاد الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، والأيام فيه قاعدة تجري بسرعة البرق. نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا فيه الأجر والثواب وإياكم. مشاهدينا كما تعودتم معنا في فقرات برنامجنا المنوعة، بتكون معنا الفقرة الطبية مع الدكتور محمد المسوي وأهم نصائح الطبية والغذائية خلال شهر رمضان. أما في فقرة الطبخة بتكون مع الشيف حنان السالم ومع أطباقها المميزة من حول العالم. أما فقرة السالفة اليوم بتكون معي ضيفة مميزة وهي المحامية بشاير الجعفر. خليكم معنا ونتمنى للكل أنهم يسعدون في مواضيع اليوم، ونتمنى الاستفادة للجميع. في البداية خلوني أتعرف على طبق اليوم مع الشيف حنان السالم. حياك الله حنان. الله يحييك ريهام. الله يسلمك حنان. طبق اليوم من وين مختارته؟ طبقنا اليوم طبق هندي راح يكون، وهو طبق اسم الطبق الربيان الهندي بالصلصة الحمر الحارة راح أسويه، وهو أساساً لونه أحمر فصلصته تكون حارة. ومقاديرة قدامكم مشاهدينا، 1 كيلو ربيان، أنا ماخذ الحجم الجامبو، 3 كباش معجون طماط، قفشة واحدة ثوم مهروس، استبدلته بالثوم البودر لأنه هو حط أحلى مع الربيان، وقفشة واحدة اللي هي الزنجبيل مهروس، وقفشة أكل خل أبيض، 3 كباش طحين، وقفشة واحدة بهارات مشكلة، وقفشة واحدة ملح، وقفشة واحدة فلفل أحمر حار، وقفشة واحدة اللي هو صبغة زعفران عشان تعطي اللون الأحمر. عندنا هذه الخضرة الهندية اللي هي خضرة الكربتة، تنباع بالجمعيات، هم هذه حق الأطباق الهندية وايد يستخدمونها، وحبيت أعرف مشاهدينا على شكلها إذا حبوا يشترونها. شكلها يكون كذي، تي مثل غصن كبير شبيهة بالريحان تقريبا، إيه وهم بعد بالريحان، شبيهة بأوراق الريحان. نبتدي نطبق نبتدي طبختنا. أول شيء نحط الزيت بالمقلاة، وراح أحط معه البصل مفروم وعلى ما شوي يعني يستوي البصل أحضر الربيان عندي. طبعاً تحضيرة الربيان اللي هو انتبله قبل لا أحطه بالمقلة، راح أتبله مع الطحين الأبيض ومع الخل، أخلطهم. الحين نشوف البصل، حمسنا الربيان، حمسنا البصل، ننزل مع الربيان، الحين ننزل الثوم، ننزل الزنجبيل، ونزل باقي المقادير. نزل ملح، نزلنا البهارات، الملح والفلفل اللي راح يعطي طعم وايد حلو. فلفل البابريكا ولا فلفل احمر؟ لا فلفل حار الاحمر مطحون. هذا لون الأصفر، هذا اللون أو صبغة الزعفران. وأنزل معجون اللي هو 3 كباش معجون،
نقدر نستبدل الصبغة البودر بالصبغة السائلة. إيه. ما في مشكلة. طبعاً ربة البيت هي تتحكم بالكمية. إيه. هي اللي تتحكم حسب الكمية اللي محتاجينها. عادة أم علي الأطباق هذه تتقدم مع خبز ولا مع عيش ولا الاثنين عادي؟ لا، هذا الطبق أنا أقدمه مع العيش الأبيض، طعمه أحلى يكون معه. هم يقدرون يأكلونها مع الخبز. الحين الطبخة كل مكوناتها على النار صارت، بس شوية بيلها نقلب فيها ليه ما يستوي الربيان ونقدمها. نخليك حنان الحين تكملين باقي الطبخة، وما شاء الله الألوان وايد مشوقة. ونطلع مع المشاهدين في هذا الفاصل البسيط مع مكونات طبخة اليوم، اللي ما قدر يسجل من البداية يقدر يشوفها الحين، ومن بعدها ننتقل في الفقرة الطبية مع الدكتور محمد الموسوي وأهم نصائح الطبية والغذائية. خليكم ويانا. أعزائي، يقال أن أسرع طريق إلى قلب أي رجل هو معدته. اليوم أنا راح أتكلم عن أمراض القلب في رمضان. للأسف كثير من الناس يعتقدون أن طول فترة الصيام وأكيد مسألة الجفاف وقلة تناول الطعام في فترة شهر رمضان هي تؤدي إلى حدوث الجلطات بشكل جدا كبير. العكس أمانة هي المعلومة الطبية المثبتة. لقوا أن كثير من حالات جلطات القلب عادة ما تحدث بعد تناول الوجبات الدسمة الثقيلة. لكن في نفس الوقت خلونا احنا نتكلم عن ناحيتين. الناحية الأولى هي جلطات القلب، والناحية الثانية هي جلطات المخ. النظرية اللي كانت موجودة أو سائدة بالفترة الأخيرة أن الجفاف عادة ما يساهم في عملية زيادة تخثر الدم، ومن ثم أكيد زيادة الإصابة بجلطات المخ والقلب. اللي أثبت علميا على مدى السنوات الأخيرة أن الصيام لمدة أقل من 12 إلى 14 ساعة عادة ما يحمل أي تغيير فسيولوجي على جسم الإنسان من ناحية فقدان السوائل، ومن ناحية لا سمح الله زيادة احتمال الإصابة بجلطات القلب أو حتى جلطات المخ. راح نلقى أن نعم إحنا عندنا درجة الحرارة جدا عالية، قد تصل إلى 50 درجة سيليزية خصوصا أيام شهر رمضان لها السنة هذه أو حتى السنوات السابقة. تناول السوائل راح يكون عادة غير مسموح فيه لأن الإنسان في حالة إمساك، ولكن التعويض إحنا دائما نعول على مسألة التعويض ما بعد فترة الإفطار. نقطة وايد مهمة أحب أذكرها، المرضى المصابين بأمراض القلب، المرضى اللي يأخذون مسيلات الدم، المرضى اللي عادة ما يكون عندهم تاريخ مرضي من أمراض القلب لآخر 6 أشهر، احنا عادة ما ننصحهم في الصيام إذا كان الصوم يأثر على صحتهم. بمعنى أي مريض كان مسوي قسطرة للقلب خلال 6 أو 3 أشهر الأخيرة ولا زال لا سمح الله يعاني من آلام بالصدر أو تبعات القسطرة أو حتى عمليات القلب المفتوح، نقول له لا يبا ما تصوم، الله سبحانه وتعالى رخص لك في رخصة الإفطار، وأكيد الله سبحانه وتعالى الدين مثل ما احنا دائما نقول إن الدين يسر وليس عسر. للأسف التأثير الضار أو السمعة اللي عادة ما يحبون الناس يطلقونها على الصوم أن هناك تأثير ضار للصوم على المرضى المصابين بالقلب هي أمانة معلومة غير دقيقة، ولكن اللي جاري إثباته أو البحوث والدراسات في السنوات الأخيرة حرصت على نقطة واحدة، أني أنا أثبت فائدة الصوم للإنسان والامتناء أكيد عن الأكل. نقطة وايد مهمة، بجانب الصوم عادة ما يكون الإنسان بحاجة إلى أن يتناول كميات جدا بسيطة من المواد الكربوهيدراتية، أكيد يبتعد عن الدهون قدر الإمكان لما لها من مضار على قلب الإنسان وعلى صحته.
احنا عارفين مرض الجلطة أو جلطة القلب هي عادة تكون عبارة عن تسكير في شرايين القلب يؤثر سلبا في عملية توصيل الدم إلى القلب وأكيد القيام بوظيفة القلب الكاملة. تقسيم جرعات الأدوية عادة ما يكون ما بين 6 ساعات أو 4 ساعات خلال فترة الصوم. الأسبرين إذا كان يتناول الأسبرين عادة ما نقول نخليه بعد الفطور. أدوية اللي هي أدوية الكوليسترول بمختلف أنواعها نقول للمريض تناولها بعد وجبة السحور. وأكيد الأدوية الثانية اللي هي أدوية التحكم بالضغط وتقوية عضلة القلب عادة ما نقول نعم تناولها بعد الفطور ولكن خل مسافة أو مدة زمنية ما بين الأدوية هذه ما بين الوجبة الرئيسية للفطور. وأكيد تمنياتي للجميع وخصوصا المرضى المصابين بالقلب بالصوم المقبول إن شاء الله تعالى. تسلم دكتور محمد المسوي على نصائحك القيمة اللي تتحفنا فيها كل يوم، ونتمنى جميع المشاهدين انهم يطبقون هالنصائح وياخذونها بعين الاعتبار. مشاهدينا الحين نرد مع حنان، وانا شايفة عندها طبق حلو تقريبا. هو طبقنا اليوم طبق الحلو عبارة عن كيكة الريد فيلفت. حين نبدأ مقاديرها عندنا نص كيلو خليط كيكة الريد فيلفت، عندنا كوب واحد زيت، كوب واحد ماي، 3 حبات من البيض، 3 بيضات، عندنا حق التزيين الفراولة، وعندنا هذا الصوص اللي راح نحشي فيه الريد فيلفت. طبعا انا راح اسويهم مني وراح احشيهم حشوة الجبنة، ولازم يكون متوفر عندنا هذا القالب مطاط، يكون مطاط أي. يعني اي يكون مطاط او حتى في تيفال ما في مشكله صح؟ اي عادي، حتى لو بيسوونها بالقالب العادي هذا يصير. نبلش الحين نحط الخليط مع الكيك، ننزله بالماكينه. طبعا نحتاج خلاط عشان نخلط به الكيك. وننزل الماء معه، وآخر شيء راح ننزل الزبدة. طبعا راح ننزل البيض، الزبدة أو الزيت نفس ما أنت مستخدمة زيت. أي آخر شيء راح أنزلها وأنا أخفق أنزل الزبدة. الحين جهز عندنا الخليط، وخر هذول شوية. الحين مع القفشة نقعد نعبل فتحات مالوت القالب. ما نترسها على اساس لا تطلع لي برا، تقريبا يمكن قبشتين مالوت اكل اذا بتستخدمون قبشة الاكل. الخليط الردي هو فيه البيكنج باودر. اي هو هذا الخليط بس يبي له الماي والزيت تحطينه، هو شامل يعني حاطين في البيكنج باودر والصبغة اللون. الحين دخل على بالفرن على درجة حرارة 200 تقريبا، يبي له ربع ساعة أو 10 دقائق. نخليك حنان الحين تخلصين طبق الحلو، ونطلع مع المشاهدين في هذا الفاصل الصغير، من بعدها نكون في سالفة اليوم مع الأستاذة المحامية بشائرة جعفر. خليكم معنا.
يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وهذه عودة مع ضيفتي الجميلة المحامية بشاير حبيب جعفر. حياك الله أستاذة بشاير. الله يحييك حبيبتي، وأهلا وسهلا ومشكورين على الاستضافة. حياك الله أستاذة بشاير. احنا أو أنا بالأخص لما يعني كل الضيوف اللي عندي أفخر فيهم، لأنهم تقريبا جميعهم من النساء خصوصا في برنامجنا، ولكن المحاميات لهم مكانة كبيرة عندي، وأنا يعني أحترمهم وقدرهم مثل ما يقولون أرفع لهم قبعة التقدير. بالنسبة لك أنت شنو تشوفين مكانة المحامية في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمكانة المحامية، طبعا المحامية أم وزوجة وست بيت، وفي النهاية عنصر فعال في المجتمع كأنثى وكمرأة. يعني احنا ما نتميز عن غيرنا ترى الا بالنسبه للثقافه القانونيه والتخصص والامور او المنصب او العمل الوظيفي. المراه في النهايه تعتبر عنصر فعال في المجتمع، وما نبي نعيد ونزيد بالاسطوانات انه يعني وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه وكذي، لان تعتبر النهايه الام هي الاساس المجتمعي، يعني هي مربيه الاجيال، ما يختلف سواء كان محاميه او غيره. مجرد ان احنا يعني يعتبر زياده على قولتهم ان نشر الثقافه القانونيه او نشر الوعي القانوني، هذا من باب التخصص من باب العمل. يعني استاذ بشاير، خلينا نتكلم عن تنسيقك بين عملك وبين بيتك واسرتك. اي في تنسيق ولا تحسين في جانب شويه مقصره معه؟ والله الحمد، انا الحمد لله يعني وايد، انا زوجي وايد متفهم بحكم طبيعه شغله، هو بعد طبيب اسنان، فيعني وايد متفهم تقريبا نفس النمونه، يعني نفس وقت اللي انا شو اكون مشغوله فيه او هم يكون مشغول فيه بالعياده وكذي. بس في النهايه سواء لي او حق اي يعني سيده في المجتمع، لازم يكون في مشاركه بيني وبين زوجي، لازم يكون في تفاهم بيني وبين زوجي، لان اذا ما صار مشاركه وصار تعاون بينهم في النهايه، يعني هذا كله راح ينعكس برا. يعني النجاح في البيت ينعكس برا، النجاح في العمل. اذا صار لود وايد في البيت كله راح يطلع برا، المشاكل راح تطلع وتسمع برا. فاذا صار في تعاون بيني وبين زوجي، انا اقدر طبيعه شغله وهو قدر طبيعه شغلي، عشان مثلا نربي عيالنا ويصير مستواهنا وايد احسن في المجتمع كمستوى وظيفي واجتماعي ومادي. بالعكس اذا في تفاهم طبيعي انه راح يكون يقدر شغله ويقدر شغله، لكن اذا ما في تفاهم راح يصير مشاكل سواء لي او لغيري. يعني ما شاء الله عليك منسقه بين بيتك وبين عيالك. ولله الحمد انا وايد منسقه، وصدقيني في النهايه انا اقول حق اي ست بيت ترى التنظيم اساسي. زين بالنسبه حق المطبخ تدخلين ولا؟ وايد ادخل المطبخ. وبالنسبه حق طبق اليوم ربيان، شلونك مع ربيان؟ انا اطبخ ربيان بس لي طريقه معينه في الطبخ، يعني ان اسلقه وكذي بعدين اقعد اقلي، ما اعرف اسوي يعني يمكن طريقه او طريقتين اللي اطبخ فيه. طريقه اليوم بعد شوي راح تقول لك عنها حنان، لانها وايد بسيطه وسهله ونفس الوقت لذيذة أعتقد، لأن معلي ما تسوي شيء مو حلو. هو شكله يشوق. معلي قولي لنا وين وصلتي بطبق اليوم؟ عندنا طبقنا الحين جهز مشاهدينا، ويكون فيه صوص. طريقة تقديمه؟ إي، والحين راح أقدمه بالطبق التقديم. وأنا أقدمه دائما مع العيش الأبيض. لازم زينة حق مشاهدينا عشان يعجبهم ويطبقون، علشان يعجب اللي وايد يتحججون يطلبون من المطاعم. ايه. واقدر اقدم يمه الصوص اللي هي الصلصة الحارة. تقريبا معلي طريقة طبخ الربيان شبيهة بالديناميت صح؟ إيه الأكلة التايلندية. إيه بس الديناميت جاي على اللون الأحمر كذي يعني. إيه. وفي هم طحين شوي. الحين طبقنا جهز مشاهدينا. يعطيك العافية. راح يصير كذي شكله. نفس الطريقة. تسلمين حنان ويعطيك العافية. الله يعافيك. خليني أسألك أستاذة بشاير، بالنسبة حق شهر رمضان. نعم. قاعد تشوفين أن بشهر رمضان المرأة مسكينة تحاول، يعني الأم خصوصا تحاول أنها ترضي كل أفراد العائلة، وكل واحد يكون له مزاج وكل واحد له طبق وكل واحد يتشرط على صوب. فأنت تشوفين أن شهر رمضان متعب ومجهد بالنسبة للمرأة؟
هو يعني حسب التنسيق. انت مثلا متى تبلشين تطبخين؟ في ناس مثلا تبلش تطبخ الصبح، في ناس تبلش تطبخ من الساعه 2. انا بالنسبه لي ابلش مثلا من الساعه 2، انه مثلا لو في عيوش نسوي مثلا الشوربه تخليها اخر شيء. بس لازم تنويع في الاصناف، ما اتخيل يعني رمضان عشان لازم يكون شوي مختلف، ما اتخيل مثلا طبق واحد او شيء. بالنسبه حقي انا مثلا اذا مثلا اسوي مكبوس او مثلا مكبوس دجاج او لحم كذي، اسوي معه شوربه او سلطه بس شيء. بس اذا مثلا شغلات مثل الأكلات الإيطالية، المعكرونية والشغلات أو المقالي، أسوي كذا صنف لأنه سهل وسريع، لكن إيش يأخذ وقت بالآخر هو متعب مجهد، خصوصا الأمهات اللي تكون بس لا حلاوة يعني، لا طعم خاص. عارفة إيه يعني أنت سبحان الله، ما أدري ليش برمضان الواحد يعني حتى الأكل يصير طعمه غير، أو مثل الأجواء الرمضانية بحد ذاتها وايد حلوة، فتفتح النفسية حق الأكل، ومع الجمعة والأهل والزوارات تأكلين أكثر من المعدل العادي. صحيح. بس بشاير شلون تنصحين الأمهات، خلنا نقول الأمهات المبتدئات، إنها تنسق إذا كانت هي موظفة بين بيتها وبين عملها، بحيث انها ما تقول والله انا مثلا مو مجاب لعيالي، والله عشان انا موظفه، والله الشغل ماخذ مني وقت اكثر. فاحنا شلون نخلق التعود، او مثل ما يقولون الروتين يكون متوزع بطريقه صح؟ هو طبعا المسؤوليه في النهايه ترى يعني 50% بين الزوج والزوجه، بس الام هي اللي دائما يصير عليها الركن بالتدريس والتعليم وتنظيم البيت. مثلا حتى لو في خادمه، وش المفروض ان يصير؟ ما يصير يعني اعتماد كلي على الخادمه، الخادمه ترى يعني مساعده في البيت، وليس يصير اعتماد كلي عليها مثلا نجاب اليهال شوفوا شنو قاعدين يسوون، مثلا سبح اليهال طبخه يسوي، لا المفروض يصير في مشاركه. الخادمه مجرد عامله، حتى مش احنا قلنا في الخادمه عامله ومساعده في البيت، المفروض ان الام مثلا تمسك اليهال والخادمه تساعد او يعني تنظيف وكذي. في النهاية يعتبر يعني الأم هي المترى المطلوب منها، يعني هي الليدر في البيت، يعني من ناحية النفسية والاجتماعية، يعني هي مثلا تحافظ على مواعيد عيالها، هي اللي تحافظ على مواعيد زوجها، هي اللي تهتم مثلا منظرهم العام برا. شغلات هذه كلها ترى الريال مهما كان ما راح يفلح فيها، لازم الأم هي، لأن ترى الناس برا مثلا ياهل مثلا لبس مو مرتب، الناس تلوم الأم، ما يلومون على الأبو. مثلا ياهل مثلا برا مثلا قاعد يلعب مع اليهال مو ماكل، الناس تقول وين أمه، يعني ما تلوم على الأب. فالأم في النهاية هي مسألة فقط مثل ما قلت لك تنظيم وترتيب. يعني صدق إن في جهد علينا مثلا نطبخ كذا وجبة، في رمضان وايد تعب، بس لا صدقيني بالتنسيق، يعني واحد ياخذ شوي كفايته من النوم، تمام، مثلا ما خليها مثلا يسورون وايد. صحيح. بالتالي هو لازم يكون في وقت الأساسي بين الزوج والزوجة، مثلا يا هل مثلا تنام الساعة 8 أو 10 يعني ماكسيموم برمضان. أكيد أنا مع زوجي نتحاور، نشوف مشاكلنا، نشوف شنو عندنا، شنو ورانا، نقعد نفكر بيننا وبين بعض. صحيح. لأن الريان ومرته لازم يكون في مكان أو يعني في مساحة خاصة في البيت. صحيح. بعيد عن لوية اليهال وكذي، هذا طبعا كله راح ينجح الحياة الزوجية. صحيح. خلينا بس نشوف حنان وطبق الحلو شكله جهز. إيه جهز طبق الحلو. طبعا طبقنا الحلو كان عبارة عن طبق كيكة الريد فيلفت، هذا الشكل النهائي مشاهدينا، زينته بالفراولة والصوص الجبن. الشكل وايد روعة، وأكيد وايد الطعم أروع، والله يصبرنا لين الفطور. وأنت كل يوم قاعد تسوين فينا يعني عمايل، بس الله يسامحك. تسلمين حنان، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. ضيفتي أستاذة بشاير، شنو حابة تقولين كلمة أخيرة حق اللي نفس مجالك، المحاميات المبتدئات، شلون هم يوصلون رسالتهم نفس الوقت يحافظون على مكانتهم كأمهات في بيوتهم؟ يعني قلتهم مبدأ لازم بأي ست بيت تحطه، يعني مو شرط المحاميات بس كالمحامية، لأن احنا قلت لك احنا وايد عندنا الشغل ولوية، وكم يعني كمجهود يعتبر مضاعف. النجاح في البيت ينعكس برا، كثر ما كنتي ناجحه في بيت وكان في استقرار نفسي وعاطفي واجتماعي في البيت، كله راح يطلع برا. وصدقيني يعني راح يكون فخر لك ولعيالك برا ان انت مثلا سويت تنظيم وتنسيق في البيت وبرا البيت. الشغله الثانيه، احنا شغلنا وايد متعب، فما يمنعني مثلا تاخذين اجازه فتره، يصير مثلا في محامين مثلا ما عادش في المكتب يعني متدربين يساعدونك، اي ولا الشغل ترى وايد حلو. بالعكس المحامي او المحاميه احنا نساهم في نشر الوعي القانوني والثقافه القانونيه. صحيح. ونساعد الناس، ونساعد ان الناس توصل حقها وتحصل أو تتحصل على حقها، سواء في عن طريق القضايا او عن طريق التصالح، فهذا كله وايد مهم. بس هو مساله انه التنسيق، وبالعكس الشغل المحاماه انا اشوفه وايد ممتع وايد حلو، بس مساله تنسيق وتنظيم في البيت اي واحده ممكن يعني بالهدوء على قولتهم، وصدقيني في النهايه يعتبر يعني بالمساعده مع شريك الحياه اللي هو الزوج كل شيء راح ينجح، ما في مشكله. اتمنى لك ان شاء الله التوفيق والسعاده في حياتك العمليه،
والزوجيه، وشاكرين وجود الاستاذه بشاير. مشكوره وكل عام وانتم بخير. وانت بصحه وسلامه. مشاهدينا وصلنا حق ختام حلقه اليوم من برنامج طبخه وسالفه، ونتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا نفس ما احنا استفدنا من فقرات اليوم. نشوفكم ان شاء الله بالحلقه الجايه. مع السلامه.